بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع اختبارات الفصل الثالث لتلاميذ الأولى ابتدائي. اليوم رانا مع الرياضيات، نماذج اختبار الرياضيات الفصل الثالث لتلاميذ الأولى ابتدائي. نبدأ بالنموذج الأول. أرسم الطريق الذي يسلكه الفأر للوصول إلى الجبن متبعا السهام الآتية. هاون الفأر وهاون الجبن، كيف يصل هذا الفأر إلى الجبن؟ عن طريق السهم. السهم الأول هاك، ومن بعد الثاني هاك، ومن بعد يزيد واحد آخر هكا، ومن بعد يهبط، ومن بعد هكا، ومن بعد هكا، ومن بعد يهبط، ومن بعد مباشرة يصل إلى الجبن. إذن يستعمل السهام حتى يصل إلى الجبن. التمرين الثاني، أحسب الآتي لملء الفراغ بما يناسب. عندنا تساوي 73، ثلاثة نزيد لها عددين بتفل 73، إذن 3 + 30 + 40، 34 73 68 68 وديرونا 40 في الوسط، إذن 20 + 40 + 8 90 23، عندنا 7 + 23 + 60 86، عندنا 30 + 26 + 30 أعطينا 86. هنا 67 وداروا لنا 10، 40 + 10 + 17 على سبيل المثال. نقدروا نديروا هنا 30 + 10 + 27، 47 عندنا 30 + 10 + 7، 75 10 + 40 + 25، 64 34 + 20 + 10، 59 عندنا 12 + 7 + 40، 32 2 + 20 + 10، 43 13 + 15 + 15، 95 25 + 45 + 25. إذن وأي أعداد يديرها التلميذ صحيحة، بحيث أنه تساوي النتيجة فقط، مش شرط هذه اللي قلناها إحنا. تمرين ثالث، أنجز العملية الحسابية الآتية. 81 + 16 تعطينا 97، 72 + 17 تعطينا 89، 76 + 12 تعطينا 89، 63 + 16 تعطينا 79. التمرين الرابع، ألون المكعبات بالأخضر والبلاطة القائمة بالأزرق. طيب البلاطة القائمة هذه بلاطة قائمة لونها بالأزرق وهذه بالأزرق. طيب المكعبات هذا بالأخضر وهذا بالأخضر وهذا بالأخضر. أكمل متتالية الأعداد التالية، 76 77 78 79 81 82 83 إلى غاية 99، يكمل الأعداد إلى غاية 99. النموذج الثاني، ألون أكبر عدد في كل بطاقة. هذا الربعة ورا الكبير فيهم كامل هو 90، 90 هو الكبير كاع. هذا الربعة ورا الكبير فيهم كاع، الكبير فيهم 64، اللون 64، وهذا الربعة كبير فيهم كاع ورا 72. تمرين ثاني، أفكك الأعداد الآتية، 98 هي 8 + 90، 8 + 90 تعطينا 98، 88 8 + 80 75 هي 5 + 70، 56 6 + 50، 65 هي 5 + 60. تمرين ثالث، أكمل الجدول الآتي، العدد الذي يلي والعدد والعدد الذي يسبقه. هنا العدد عندنا عدد في الوسط، العدد الذي يليه والعدد الذي قبله الذي يسبقه. طيب 40 قبلها 39 وبعدها 41، 8 بعدها 9 وبعدها 10، 53 قبلها 52 وقبلها 51، 69 قبلها 68 وبعدها 70، 91 بعدها 92 وبعدها 93، 70 قبلها 69 وبعدها 71. كان عند رامي 61 كرية واشترى يوم العيد 8 كريات، كم كرية أصبحت عند رامي؟ كانت عنده 61 وزاد شرى 8، معناها 61 + 8، 61 + 8 تعطينا 69.
هنا نعودها أفقيا، 61 زائد 8 تعطينا 89، أصبح عند رامي 89 كرية. نزيد نشوفوا النموذج الثالث. اكتب الأعداد المحصورة بين 20 و90. هنا يندروا أعداد تكون ما بين 20 و90. طيب نقدر نديروا هنا 24 34 44، معناه بالعشرة نزيد، كل خطرة نزيد 10، 20 24 54 65 67 87 98 و99. هذا الأعداد كلها تجي ما بين 20 و90. أحصر الأعداد التالية بين 10 متتاليتين. 57 وين جاية؟ جاية ما بين 50 و60. 65 جاية ما بين 60 و70. 86 جاية في الوسط ما بين 80 و90. 73 جاية ما بين 70 و80. 44 جاية في الوسط ما بين 40 و50. 32 جاية في الوسط ما بين 30 و40. تمرين ثالث، أكمل الجدول بإضافة العدد 5. 90 يزيد لها 5 95، 8 يزيد لها 5 85، 70 يزيد لها 5 75، 60 يزيد لها 5 65، 50 يزيد لها 5 55، 40 يزيد لها 5 45، 30 يزيد لها 5 35، 20 يزيد لها 5 25، و10 يزيد لها 5 تساوي 15. إذن 15 25 35 45 55 65 75 85 95. التمرين الرابع، احسب المجاميع الآتية، 34 زائد 22 تساوي 56، 56، 63 زائد 15 تساوي 78، 78، 25 زائد 12 تساوي 37، 37 زائد 10 تساوي 47، 47. التمرين الخامس، اشترت الأم 89 بيضة وهي تسير في الطريق، تكسرت 13 بيضة. شريت 89 بيضة في الطريق، تكسروا لها البيض، شحال تكسروا لها؟ 13. كم بيضة بقيت عند الأم؟ إذن 89 ناقص نقص منها اللي تكسروا اللي هي 13. إذن 89 ناقص 13، نشوفوا النتيجة. 9 ناقص 3 تعطينا 6، و8 ناقص تعطينا 7. إذن 89 ناقص 13 تعطينا 76. نعود العملية أفقيا، 89 ناقص 13 تساوي 76. إذن بقي عند الأم 76 بيضة، بقي عند الأم 76 بيضة. في الأخير بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجيم للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة بارك الله فيكم، واللي يقدر يبارطاجينا لا فيديو في الصفحات جزاكم الله خيرا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.